اكيد سمعتوا خبر يلي بيقول انه لعبه سي اوف سيفز راح تصير لجماعه البلاي ستيشن، يعني الكوميونتي تبع اللعبه راح يصير اكبر بكتير، ونزلت لكم هذا الشيء على حسابي بالانستا والتيك توك. ويا حبيبي بما انه صايره وصايره ففتحنا قسم خاص بالمجتمع العربي للعبه سي اوف سيفز داخل الديسكورد عنا، عدا انه فيك تنضم وتتعرف على ناس وتلعب مع ناس ثانيين وتتعلم عن اللعبه، واذا عندك اسئله حابب تسالها راح يتجاوب عليها ان شاء الله. راح يكون في توزيع اسبوعي لجوائز مثل سيزن باس وسكنات نادره، واكيد بعد ما اشتركت وفعلت زر الجرس وحطيت لايك وكتبت لي تعليق خليني اخذكم برحلة وقلكم شو حلقة اليوم. والفكرة بلشت لما شفنا انه عددنا اكثر من 4، ومثل ما بتعرفوا بسي اوف سيفز في عنا 3 سفن، سلوب وبريج وغاليون، يعني اكثر شيء ممكن تلعبوا 4 مع بعض. ولكن شو صار اذا كنتوا اكثر من 4 وحابين تلعبوا مع بعض؟ الحل بسيط والشرح عندي. اكيد كلكم رح تكونوا متواجدين بروم واحد وكل واحد بيختار سفينة خاصة فيه، وبتضغطوا مع بعض كلمة سيت سيل او يعني تدخلوا على السيرفر مع بعض. المهم مباشرة اول ما ترسمي بتروح على سفينتك وتبلش تقتل حالك بالقنابل لحتى تروح لعالم الاموات، وهنيك احتمال تلتقي باصدقائك او تكونوا داخلين نفس السيرفر. انا بمدينة الاشباح ماكو ما حدا طبعا اذا ما التقيتوا مع بعض هون اللي بتسويه انك بتغرز سفينتك وتطلع من السيفر وترجع بتعيد المحاوله مره ثانيه، وبالنهايه اكيد واحد منكم راح يلتقي مع شخص وهيك راح يكون عندكم سفينتين. انا متت كمان. ابراهيم، هاي ابراهيم، ما ابراهيم بروف 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 حلو تمام اوكي خلقت النفس انا خلص هاي لقينا سفينتين. ومثل ما شفتوا هون صرنا 6 اشخاص بدل 4 اشخاص، يعني سفينتين رح نلعب مع بعض هلا ورح تكون المتعه اكبر بكثير ونحارب الناس. بالاضافه نسيت اخبركم انه في عندنا كلان خاص فينا داخل لعبه سي اوف سيفز كمان اللي حابب ينضم لنا. يا داركوف تعال، يا داركوف تعال صوت، يا داركوف يا داركوف تعال صوت، داركوف تعال صوت يا داركوف. وات ما فينا غير السكن without captain permission. الو حلو انا الكابتن هاي بخليك لحيتنا بيد شو اسمه. لحتى يكون عندكم فكره بالشيء اللي عم بيصير بلعبه سي اوف سيفز، مثل ما قلت لكم في نظام الليفل لكل شيء بتسويه في له ليفل معين، وقبل كان الليفل على 50 وحاليا بعد نزل اخر تحديث صار الليفل لل 100 او لل 500 حتى. فحاليا في عندنا سلسله اسمها سلسله التلفيل، واي مهمه بدي اسويها راح اشرح لكم اياها مشان تفهموا شو تسووا. واللي حابين كنا الليفل هو اليوم ليفل قطاع الطرق، فانطلقنا اول شيء شفنا سفينه غرقانه قدامنا فنزلنا نجيب كنوزها. وعلى فكره للاعبين الجدد اذا كنت بالبحر وشفت طيور عم تطير بنص المي معناها في تحتها شيء معين، يا اما موارد يا اما كنوز. ندور في السفينة. لك نطلع تحت. هون داركوف هو نازل عم يغوص لقالي سمكة مشوية. اوه اعطانا اللحم. يلا بروف طالع السينوز، احنا بس همنا الاكل. شوفوا هذا الترايدن. اوكي. هذا دائما وقت تلاقوه عيفوه لسبب واحد، يوم نسوي ايفنت الاعصار الاحمر او ايفنت فيه بوس هذا بيعطي دمج للبوس 3 اضعاف. ايوه والله سرعتنا نار. بنزل سبيد برجع اصعده. لا لا خلص عيف عيف سبيدك. عن جد سريع. والايفنت اللي رايحين له حاليا هو ايفنت الاعصار الاخضر، في منه نوعين احيانا بيطلع من الماب، واحد بس تحارب سفن، واحد راح تحارب مستعمرات والسفن، ولكن حاليا نحن رايحين للسفن، والافضل انك وقت تعمل هيك ايفنتات وتحارب هدول السفن يكون معك حدا ثاني، لانه غير البوتات اللي راح تحاربهم بالايفنت احتمال يجي لاعب ثاني ويحاربك ويسرق كنوزك. شباب انا شراع واحد نص مو شراعين. اروح على اليمين ولا على اليسار؟ والله روح يمين. كني شبابنا عم يفايتوا هدول؟ ايش اسم سفينة ابراهيم؟ ريبر ليفل 3 هاي. لا نبلع. هن ما رفعوا ريبر؟ بلا رفعوا ريبر، روح يمين داركوف، يمين يمين يمين، السفينة جاية بوجهنا. ما في غيرهم كأنه فرقين. داركوف خليك تساوي. عشان ندمر السفينة اليوم. والله بترفع العلم كمان شوي أكثر مشان تبطئ سفينتك أكثر. خالصة. سكن الضربة من تحت ها؟ من وراي. طبعا هدول السفن بياكلوا منك 3 قذائف مدفعية وبيتدمر، ولا سفينة واحدة بيكون شراعها أحمر أتوقع بتاكل منك 10 قذائف تقريبا وبتموت، ولكن نصيحة حاول تتجنب الفايت مباشر معهم لأنه مثل ما شايفين عندهم إيم بوت حرفيا. اعتمدنا على بروف رح نغرق، بس
السفينة فلت ماي. خلص. اوكي اللي بعده؟ ورانا في وفي واحدة جاي باتجاهنا ضبط، روح يسار. روح يسار. إذا بدك تلموا اللوت، اوكي خبرني. كان نعدي على السفن هذول اللوت. علي ايمك علي ايمك علي ايمك. ايوه بالضبط. علي شوي ايمك كمان. لازم تسرعوا لانه رح نتبخوش. الشراع رح يزعل. علي ايمك بروف ماشي. احسن. انتبه 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 قدامنا قدامنا يلا نجهز عليها. بدها بس طابتين طابت طابي طابي يا رجل. وقت طلع السفينة. لا راحوا خلصوا. راح الف على الموارد اوكي. البوس. البوس يمين. هيك راح نبلع بلع هلا. يلا كونوا سريعين بس اوكي. جبتوا علوا يمكن شباب. اوكي اسمع راح نطلع من جنبهم كونوا جاهزين اوكي. على اليمين روح على اليمين مدافع على اليمين. رفعت الشراع الامامي. جاهز حالك. رفعت الشراع. I'm ready. انا لازم شينا وراهم طلع بكب جام بودر بالارض شايف؟ يلا. يب. لسه ما صارت مجال رؤية عندي. ومثل ما سمعتوا يفضل انك ما تمشي وراهم بشكل مباشر لانه هذول السفن بكبوا الغام بحرية ممكن تبخوش ام السفينة تبعيدك. لا تخلي فجر عليه. لا لا معلم. يلا حلو. طب الشراع بس ما في مشكلة حالتين ما عم نستخدمه. يلا يلا شباب عم يساعدونا شباب عم يساعدونا. يلا اوكي راح الزعيم. لا ما راح ما راح. ارفعوا علم التحالف شباب شباب ارفعوا علم التحالف. اوكي نزلت. بدي اصلح الشراع تبعنا. هذا كني عم نغرق هذا ما عم بلحق هذا المسكين. اساعدك. بس واحد يصلح بس واحد يصلح. طبعا طلعت الكنوز السفينه الثانيه بلشت تشيلها. خليني اخبرك انه يوم تكون داخل تحالف اي سفينه داخل تحالف تبيع اي شيء السفينه الثانيه رح تاخذ نص السعر. في هون على يسارنا هذول موارد يمكن. شوف. نعمل الكويست الليجندري ذاك ولا كيف؟ استنى اشوف هذا ايش بده. جاك على جاك على الدين. وعليكم السلام. وين الكنز وين؟ اخوان راح نسوي بورتل 1 انتوا تسووه لو احنا. لا لا انت تسووه. اوف تدري تسجل عندنا كنوز؟ مليانين. ليه عم تحكي بهذا المكبر يعني ما واقفين قدامك؟ مليانين يلا باي باي. تمام نحن بنتقابل عند البيت. يلا باي باي. او في ايفنت على يسارنا اذا بدكم. يلا هذا الايفنت السفينه. ماشي اروح ان اي يلا سفينه روح على يسارنا روح شو بتعمل نضيع وقتنا على الصندوق الاصفر. ايفنت السفينه الحمراء او الغيمه الحمراء تقريبا نفس الايفنت اللي راح ولكن هون راح تكون مو سفن اشباح راح تكون السفن سكيلتون ولكن بهذا الايفنت بيعتمد على شيء واحد على نوع سفينتك وكم لاعب انتو فهون الاي اي او البوتات راح يجوكم بهذا المستوى يعني اذا كنت لاعب سولو او سفينه صغيره ممكن يكون السفن اللي ضدك مجرد سلوبات وسفن صغيره. يلا بلشت ارفع الشراع الامامي. واحد يسوق واحد بده ينط انا بدي انط انت بدك تلعب السوق. سلوب هاي سلوب سلوب يلا سبام سبام تحت تحت بروب تحت خلي ضربك تحت سلوب ما تغرق ابدا من فوق. وطبعا اذا كانت سفينة سلوب صغيرة مثل مو شايفين يفضل انك تعمل لها سبام بالقذائف لحتى تغرق ولكن اذا كانت جاليون كبيرة يفضل واحد منكم يطلع على السفينة ويحاول يخلي السكيلتون ما يصلحوا سفينتهم لحتى تغرق. اوف لك في سلوب ثاني جنبنا بس ما عادش لف على هي لف على هي لف على هي لف على هي ناس ولا ايش؟ لا 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 سكيلتونز
بلعنا واحدة انكر. انا حصلح يلا سباما. اوكي يلا قلت الاول شادر راح يضرب المدفعية فوق مشان ما يكون مزعج. ليش هيك السفينة عم تضرب عالي كتير؟ مات اللي فوق. اوكي اسمع ارفع الانكر انا طالع عندهم خلص. اوكي يلا والله العظيم انت ما ضر وسفينتك ما ضر. راح اضرب هذا اللي عم يضل يقصفكم مشان ما يقصفكم. خلص خلصة خلصة خلصة. هل راحوا ذوك الكنوز؟ لا ما راحوا يا أخي. لا مو بسرعة والله ما أدري ما لقيت بس لقيت برميل. هلا روحوا بس شي باتجاه هدول. قال لي كنا ورانا الكنوز شفتن على كم؟ بالضبط ورانا بالضبط بالضبط. اوكي راح ألف لفة كاملة ثواني. حلو يمين شوي داركوف. أقدم لك يا شوي بروف. ياب ياب يلا لايك تمام. طلعت السفينة. اوكي داركوف لف باتجاه هذيك. يا يمين قال يونا يا اسمع روح للمكنوزة ذيك انا راح احاول اني اطلع عليهم. اوكي ما خلوني يضربوكم بالمدافع. يا الله وتصير الحركة تلف على السريع. اطلع عليهم ما اطلع ما ادري والله. اردوا هنا الكراب. ركب بشتغل انا على السفينة انا كان ما بخليني يضربونا. اوف رح نصدم فيها هي رح نصدم فيها. كابتن كان هوا. اوكي انا بطلع لا 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 ما شايف ما بخش واحد يمكن. كملوا انا ما بخليوني يصلحوا. اوكي. اوف. ضبط الوقت داركو. طب لازم تبقى الشراعة. هاي ذا غرقت. ارفع الشراع على ما بيرفع. اوف طلعوا 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 طلعوا. ولا مين سحبها؟ روب يا شخص. روب سحبت سحبت منه الجمجمة؟ لا ترى الساعة بيسبح بالجمجمة يا اخي سحبتها منه؟ احس انه ما ينعب بتسوي. لا لا ما عليك يا اخي انت ابو سيدك حاش تفكر بالبخوش انت. غرقت؟ اوكي اوكي. بس احنا نضربها يجي شو اسمه زيكو يضرب ضربه وحده تقع يقول هو هو لقعة خلاص. دا يا بروف يا خرافة يا بروف يا بروف بروف لا تسحب اللوت ها. بدنا نلفل بدنا نلفل. كان عايز يسحب كنوزن لك ايه صعب بسحب من على السفينة عندن.
طبعا في شغلات كثير عملناها ولكن ما راح اشرحها بنفس الفيديو مشان ما تصير كميه معلومات ضخمه وما تستوعبها، ولكن لاحظ فوق الشباب لما بلشوا يبيعوا كيف نحن بلشت كمان تجينا ذهب لنا. سحر ايديك ولا ماشي معك؟ يمكن ميج. يب. ميج احمر يلا حلو. فعلا سرعه؟ يب. لو يعرف هذا الاخ، هذا الاخ اسمه ميجلدون او القرش العملاق. القرش العملاق بيطلع لك راندوم او بشكل عشوائي داخل الماء، ولما يطلع لك في منه الوان وكل لون له ميزه خاصه. طبعا كلياتهم بيموتوا بنفس الطريقه انك تضربهم بالمدفعيه، ولكن احذر لما حاول يجي عضك انك تضربه مباشر بتمه ولا راح تبلع 50 بخش داخل السفينه. دائما خلي معك هذول القنابل الناريه اوكي مشان اذا اجوا تضربوا على وجههم. مات. حط عليه 25 دولار. في حدا حاطط اكل تحت وتشكره. حارات المطبخ. يمين. لا يا اخي شفت؟ اسلخ اسلخ. طبعا ليش رجعت طلعت لكم سفينة الاشباح هي اللي طلعت؟ لانه احيانا بيرسبنوا كمان بشكل عشوائي، ولكن المشكلة مو هون، المشكلة يوم اجينا نغرقها طلع لنا اخطر وحش بعالم سي اوف سيفز يلي هو الكراكن. تعرفوا انكم ولا بخش تحت مسوينه؟ اي كلام طرب والله العظيم ولا نص بخش تحت. اي جانك راكين والله؟ راكين وات يا او ماي جاد ارعب راكين مع هي. انا بلشت اخاف. اوكي ارفع الاشرعه، ارفع الاشرعه مدام راكين، ارفع الاشرعه. طبعا لهون راح واقف لانه هذا الكائن يعني شوي المعركه معه صعبه وله طريقه خاصه حتى تقتله، لانه بيسوي حركات جدا اسطوريه بيغرق لك السفينه فيها، فلازم تنتبه. على كل إن اذا عجبتك سلسله الشروحات ان شاء الله راح انزل شروحات بطريقه افضل اكثر، وهذا كان الفيديو على السريع حاليا. لا قدام راح اشرح لكم الايفنتات بطريقه مفصله اكثر وشغلات احلى أكثر. من هون الحلقه الجاي اي لاف يو جميعا. اذا عندك اي اسئله فيك تكتب لي اياها بالتعليقات او تسالني بالديسكورد او على البث المباشر. بون شاوين، اي لاف يو جميعا، باي. دعام السفينة. اوف 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 طرنا. What? Don't stop, we gonna make